حق الغريم. وأما حق الغريم المطالب لك فإن كنت موسراً أوفيته وكفيته وأغنيته ولم تردده وتمطله فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال مطل الغني ظلم. وإن كنت معسرا أرضيته بحسن القول وطلبت إليه طلبا جميلا ورددته عن نفسك ردا لطيفا ولم تجمع عليه ذهاب ماله وسوء معاملته فإن ذلك لؤم ولا قوة إلا بالله.